صباح الخير البنات، كي صبحتي لاباس عليكم؟ هما انا صالحه كنصوب الفطور لراسي ولوليداتي ولهما البنات. غادي نهرب على ولادي وعلى راجلي، المهم غادي تكتشفوا معايا الهربه فين غادي تكون. المهم البنات، انا صورت لكم فيديو ديال السمن، واش كنحضر السمن. صورت لكم فيديو ديال الروتين ديالي ديال الريجيم، بزاف منكم كيسولني كيفاش درت حتى ضعفيت. المهم البنات، كلشي بالتفصيل الروابط غتلقاوها تحت، غادي تلقاوها في هاد القنيطه ضغطوا عليها. ولدي ما كيرصاش سلامتو كلشي تيجبدو ليا. غنفطر بالتوست وكاس تاع اتاي، اتاي ما بقيتش كندير فيه السكر بالمره. وغادي نفطر بسلطه وبيضه، المهم غادي نوريكم باش غادي نفطر من بعد. لقيتو ليا الله جميع ديال الكوزينه مي هكا تفرج عمرنا وفي الارض كلها. صافي غادي نفطرو، غادي نمشي نلبس حويجاتي، غنطيب الغدا. ما يمكنش ما نطيبش الغدا، غنطيب الغدا، غندير لهم غير المرقه والكوكوت. هذيك الساعه غادي نمشي نلبس حويجاتي وغادي نهربو. مجموعين ديكم معايا، تشوفوا فين غادي نهربو هاد المره. انتما البنات، بقيتوني كنصور لكم في الفيديو ديال السمن، ولكن هذا غادي نحطو قبل من الفلوق ديال الهربه. طريقه جدا سهله، كيصدق معاك السمن. هذا اهداء لصحابه الغربه. حتى انا ديجا ديما كنت كنقلب على السمن ما كنلقاهش هنايا، وكيصيفطوا ليا من المغرب، وكتسمعني نبقى نبرز راسي كلشي، نولي نصيب في داري، نصيب شباكيه، نصيب سلو، نصيب الحلوه، ما نخصصش راسي من شي حاجه. المهم البنات، ما تنساوش تمشيو تشوفوا الطريقه. هذا هو الفرماج اللي كنستعمل البنات، هو خالي من الدسم، ما كنديرش منه بزاف، يعني جاتو ما قيسو. دابا غادي نشرب البيضه ديالنا. هادشي كامل راه ماشي ديالي، راه فيهم راجلي وفيهم ولادي. ناخذ غير بيضه وحده مع توست وحده. كما كتشوفوا انا درت هنا سلطه، ضروري كنفطر بها العام بنتي. بغيتي البيض؟ انا كنقشر لك البيض. كي كدوزو نتوما العطله البنات، كاين شي خروج، كاين شي تزافيره، والله ما كنتش كارها انني نهبط للمغرب في هاد العطله ساعه. ما قدرتش فنخليوها ان شاء الله. البنات اللي كيسولو الصيف، انا في المغرب ان شاء الله. نعم حبيبه، لا بابا كل حتى تما بابا. نعم اخويا، واخا انا غنعطيها لك بلاتي غير نسالي. الوليدات بسلامتهم، تتخافش من الهضره. ماما النهار كامل. لا بيبي، ما تغوتيش عليا، شوما تغوتيش على خو، عرفتي دابا المشكل ولا تتغوت لي على خوها. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني واش كاينه الغيره، اكيد كاينه الغيره. دابا وليت كنلاحظها بزاف، حرقنا التوست. بقيت كنهضر معاكم تحرقت التوست ديالي. لا سبب، انا غنقشر البيض، كون فيك شويه الصبر. قلت لكم البنات تيقولوا لي على الغيره، اكيد دابا وليت كنلاحظها بزاف. البنات كيسولوني واش باقا كترضعي ولدك، انا مازال كنرضع. ملي كنجيبو هكا باش يرضع، تتقول لك لا، بغيت انا نكون تما. بلا سبب، انا غنقادها لك ونعطيك سلطه اوكي، ونعطيك الخبز فيك الجوع. يلا بلاتي، المهم هذا هو فطورنا البنات. انا نعطي لوليداتي يفطروا ونتلاقاكم من بعد. نعطيها البيض ونعطيها معاها. تاكلي الخس؟ لا ولا غير خيار كيكبر. صافي يلا سير، ضروري نطيب الغدا قبل ما نهرب. راكم عارفين حنا العيالات كنحسوا بالذنب الا ما طيبناش وليداتنا، واخا مع باباهم، ولكن كما كتعرفوا الرجاله راه ماشي بحال العيالات. هو كاع اللي طيب ليهم شي حاجه غيطيب ليهم البيض ولا لي باس، هادشي اللي كيعرفوا البنات. شكون اللي راجلها حادق؟ انا راجلي ماشي بزاف، لانه كان هو الصغير عند امو، فكانت مدلعه بزاف، ما كتخليه يدير حتى شي حاجه. الا طيب شي حاجه، ممكن يطيب الدجاج مثلا في الفران، لي بات هكا، يطيب لك اومليت صافي، ويسلق لك الخضره ولا شي حاجه بحال هادشي اللي كيعرف ليه.
اغلبيه كيطيب في الفران يدير غير الدجاج هكا مع بطاطا ولا شي حاجه من غير هادشي ما كيعرف شي حاجه اخرى ولي باسكي ماق على لي باس. تقولي نتوما في التعاليق اللي راجلها حادق. المهم غادي ندير غير الدجاج مع البطاطا وخضيره نشوف شنو عندي في الثلاجه غنزيد عيلي. غتشوفي عندي البيسي هنا في هاد القنيطه وانا مره كنخدم كندير مونتاج حتى جلست على الطبله ما كيخلينيش ولدي راه هاجم عليا. مالك وليدي مالك مالو الزين ديالي مالو مالو الكبيده. كما شفتوا دابا واحد الدويشه ماكيت وجهي البيبي كريم اللي كنستعمل هو هذا ديال كلارنس وعلى البنات ما كنستغناش عليه سورتو اللي سمراء كيجي معاها اللي بيضه بزاف ما كتقدريش تلقاي اللون ديالك. واستعملت الباليت ديال نيكيت اوربن ديكاي الاولى هاد جوج حويجات ما كنستغناش عليهم البنات. المهم ما معيقش بزاف حيت خصني نخرج شحال وانا كنطلب راجلي على هاد الخرجه حقا راه انا خارجه هربانه ولكن ما عارفاش فين غادا نهرب لان عارضه عليا صاحبتي. بزاف منكم كيسولوني كيقولوا لي كيفاش تلاقيتي بهاد صاحبتك. دابا تعرفنا عام هادي وهي كانت متتبعه يعني بحالها بحالكم ولات صاحبتي. فاش حليت سناب شات تبعتني على سناب شات وبقينا كندويو هكا ولينا صحابات. فاش كانت اختي هنا عدت علينا والدار ديالها كبرت بينا الله يكبر بك اصحابتي العزيزه. ومن تما دخلت لي لخاطري واحد الدرويشه واحد الظريفه ما فضلتها قدامكم البنات. المهم انا غادي نصايب فولاري. بزاف منكم كيقول لي يا زينه علمينا عارفه كيفاش تصايبي الفولار شي حاجه اللي هي سهله البنات. انا غير كنلويوش حاولوا تشريو هاد الفولارات هادو غير شريتهم غير بثلاثه باوند. بنادي ساكنين هنا سيرو الوايت شابل راه كاينين غير بثلاثه باوند صافي كنلوي غير هكا وكنشد هنا كفلتات ولدي فاق وصافي وكنرجعو لهاد الجهه ونحن مستعدون. دابا غادي نخرج ونصور لكم لقطات من على برا. هادشي اللي لبست المهم بدلت وبقى لي غير صباطي غادي ننزل تحت واللبس. اول مره كنجي ندير مساج مع فيك غادي يخرج شكرا بزاف نورا والله احسن حاجه ممكن
هي المساج ولا سخسي اللي عند الوليدات بحالنا. شكرا بزاف على التعب. صحتك سالينا البنات. يلا حنا دابا غادي شكرا بزاف على خفت عليا والله. والمهم البنات الفلوق ديالنا غنكون هنا، انا غنمشي دابا للدار. نشوفكم في فلوق جديد ان شاء الله.